تعالوا نشوف الكتاب والفنانين عملوا ايه. كتاب وفنانين بيحصدوا جوائز الدورة 54 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب. كاتبنا محمود عياد يحصل على جائزة القصة القصيرة من أوراق الغريب والصدرة عن هيئة الكتاب، تصفيق حاد بالمناسبة. يعني أنا عاجبني بالمناسبة النشاط بتاع الهيئة إلى أبعد الحدود حقيقي يعني. طيب معانا على التليفون الكاتب محمود عياد. اهلا 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 ومبروك بالمناسبه على الجائزه. الخط فصل يا جماعه، هو في ايه؟ احنا حظنا مش اللي هو. طيب خلوني على ما نكلم الاستاذ محمود، عايز اخدك برضو على حاجه مهمه جدا. احنا النهارده عندنا والله الاستاذ محمود. ها معانا مين؟ أصل أنا بصراحة كنت عايز أتكلم مع الأستاذ عزت العلالي والأستاذ فاروق الفيشاوي رحمة الله عليهم جميعا. معايا أيضا الكاتب محمد عمرو حسن، جايزة أفضل رواية بعد أن يسدى للستار والصدرة عن دار العربي للنشر. أهلا بيك. أهلا بيك يا فندم. إزاي الأحوال؟ كله تمام؟ الحمد لله. هو بس الاسم عمرو عافية، الاسم المعروف يعني. الاسم المعروف عمرو عافية، يعني إحنا كلنا حتة من الاسم بالظبط كده. لما العافيه. لا لا ده الف هنا وعافيه. خليني اقول لك مبروك الاول على الجائزه. انا اشكر حضرتك على الاستضافه، كتر خيرك. لا خالص، ربنا يخليك يا رب. خليني الاول اشكرك انا اللي على هذا المنتج الادبي، ودي حاجه مهمه جدا، ومبروك على الجائزه. وده هياخدني على ازاي شفت معرض الكتاب السنه دي. انا من الناس اللي لاحظت انه في اقبال حقيقي ومن اجيال صغيره، وده كان رائع. وفعلا ده غير كان متوقع بصراحه خالص. يعني برضه الواحد كان رايح متصور كل الحاجات اللي كانت قبل المعرض، ما توحيش ان الامور هتبقى يعني كويسه، بس ما بقتش بس كويسه، بقت رائعه الحمد لله. وحتى اصدقائي الناشرين بيقولوا لي حتى الشراء معتدل جدا وممتاز، فيعني الحمد لله السنه دي ناجح جدا جدا جدا. طب من واقع الكتابه الادبيه تجد انه المصريين بالوقت أصبحوا أميل للقراءة بعد مراحل كانت تبدو أنه في حالة عزوف؟ هو من المنطق برضه زي حاجة جديدة، لأن حضرتك ما تنساش السوشيال ميديا كلها بتخلي الناس كلها تكتب وتنتبه لحاجات تانية، فالناس بقى عندها حب أنهم يكتبوا ويعرضوا آرائهم على القراء، سواء القراء أصحابهم أو القراء المفتوحين أكثر يعني. وبالتالي بقى في حاجة زي ما دي اخذت جزء من القراءه، ابتدى يبقى في ناس تانية عايزه تقرا بزياده وتقرا حاجات جديده، وبالتالي الكتاب ما فقدش اهميته زي ما بيقولوا يعني، ما زال ان شاء الله يعني. هل ده معناه انه السوشيال ميديا تسببت في اسدال يعني بعض الاستار على الكتابه الادبيه؟ هي جزء وجزء يعني، جزء فتح للناس اللي عايزه تقرا برضه، لان البلوجز الاولاني الحاجات الاولانيه كانت بتتعمل وكل واحد يكتب ستيتس بتاعته، ده خلت الناس عايزه تكتب وعايزه تقرا، وبالتالي الكتاب في ناس قالوا بقى زي ما من كام سنه بقت الموضه ان في ناس يكتبوا البلوجز دي كلها على حاجه ورقيه وتتقرا برضه والناس تقراها، فده بيشجع الناس دون شك، ده كويس برضه. عظيم جدا. أرجع تاني أهنيك وأشكرك على المداخلة. كل الشكر كاتبنا الروائي الكبير الأستاذ محمد عمرو عافية، أو المعروف طبعا أدبيا باسم الأستاذ عمرو عافية، الحاصل على جائزة أفضل رواية بعد أن يسدى للستار والصدرة عن دار العربي للنشر.